فن الطبخ يسمى أحياناً فن الطعام، قد يشير أيضاً إلى أسلوب الطهي أو معارف الشعوب الأصلية في منطقة محددة. الاستدامة هي فكرة تقوم على أن الأشياء، الزراعة أو صيد الأسماك أو جمع الأغذية من الغابات أو حتى طريقة تحضير الطعام تتم بطريقة تحترم مواردنا الطبيعية ولا تهدرها. فن الطبخ المستدام يراعي مصادر مكوناته وطريقة زراعة منتجاته وكيفية وصولها إلى أسواقنا وأطباقنا في نهاية المطاف. فن الطبخ المستدام من أجل الإنسان وكوكب الأرض.